السلام عليكم المتتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. شحال هادي ما خرجت فشي فيديو، ما درناش شي فيديو لحقاش بصح زعما الحاله ديال ما عندنا لا كانا ديال لي فيديو لا والو. هانتوما يبان لكم، شوفوا حنان مريضه بزاف، حنان محطمه. دابا حنايا غادي للطبيبه البنات، نتمنى انكم تدعوا معاها، و حيت الحاله ديالها الصراحه كتشفي. الحاله ديالها عمرني ما نويت انني نخرج بشي فيديو ولا في هاد الظروف هاد. صافي قررت انني ما نعاود نسجل حتى شي فيديو، ولكن الحاله ديالها والله القسم الا كتشفي. حتى هي ما عندها لا كانا، ما كتضحك، ما كتحضر، ما كتاكل، ما حتى شي حاجه. نتمنى انكم تدعوا معها البنات، وحنا داخلين دابا للطبيب غادي نبارطاجي معكم كل شيء. نتمنى انكم تدعوا معها. هانتوما معانا. كما كتشوفوا المتتبعين، جينا للطبيب لاصال داخل عامرة بزاف، وخرجت اختي حنان هنا شتوها جالسة عندها ضيق التنفس، مكتقدرش تنام، خرجت لهنا باش يضربها على أساس أنه يضربها الريح من هنايا. كنسايلو نشوفو شنو غادي تدخل الطبيب، نشوفو شنو غيقولو. دعواتكم لختنا حنان، واختنا كنا ضحكتنا، كنا دخلت لينا البهجة لقلوبنا وديورنا، وهذا نتمنى انكم حتى نتوما تدعوا معها. دعوة منا 40 غريب مستجابة، حيت بصح حالتها كتشفي، وكنتمنى انكم تدعوا معها. بين ما ندخلوا للطبيب نشوفوا شنو غيقول لينا، ونعاود عاوتاني نرجع لكم. حياة أعطي الكلمة للمشاهدين. السلام المشاهدين، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال، وكنتمنى منكم تدعوا مع أختي حنان، مع ديالنا بزاف، وهانتوما كنشوفوا حالتها، وكنتمنى ويسمعنا الطبيب شي كلمة زوينة وصافي. البارح كنا في لوبيتال مينيتير، ودينا نشوفوا عاوتاني شنو غيقولوا. حنان تقدري تعطي الكلمة للمشاهدين، انتم المشاهدين، وحتى الناس اللي كيصونيو عليها وما كتجاوبش، ما كتقدرش تجاوب، ماشي ما كتبغيش تجاوب. دعواتكم لختنا حنان. بحالنا بحالكم، نشوفوا شنو غايقول لينا الطبيب. بحالنا بحالنا حتى ضيق التنفس. الله يشافيها. مشاهدين، عاد دابا خرجنا من الطبيب، عطانا شي تحاليل وشي راديونات غادي نمشيو نديروهم دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم. حنان اختي وحاوليناهم خليتهم فوقهم طالعين، غادي نمشي ندير لهذوك التحاليل ونديها لهذا فين غادير داك الراديو، وربي يدير الخير. هانتوما كما كتشوفوها يلاه نازلين، غادي نمشيو دابا للطوموبيل، وخليكم معايا. دعواتكم لينا، ما تخليوناش الناس بالدعوات. نتمنى من قلبي الخالص انكم تدعوا معانا.
حنان شويه. شنو تقدري يا حنان تقولي للمشاهد؟ قولي له الناس اللي مخلوعين عليك وكيسولوا فيك في التليفون، شنو تقدري تقولي لهم؟ ها ما سمعتهاش المشاهدين شنو قالت؟ هانتوما كما تشوفوا ها هي بغات تبكي عاوتاني. ما عندي ما نقول، ما عندي ما سهلة ولينا وحق الله، سهلة ولينا حياة. كنتمناو من المشاهدين يدعيو معاها ويوقفوا في جنبها ويغيب بدعوات زوينين، والله يشافيها، والله لا خايفين من هاد التحاليل ومن هاد الشيء، الله يسمعها كلام بخير يا ربي. قسما بالله البناتي، لا البارح كنا في لوبيتال مينيتير ما جينا حتى لثلاثة، حتى لثلاثة ديتها وكنقول ما غنردش حنان معايا، خفت. شنقول لكم؟ نتمنى الخير. مشاهدين الاعزاء، احنا رجعنا للدار من بعد ما دينا اختي حنان دارت لي زاناليز، ما خرجوا لها صافي غير خداو العينات نتاع الدم ديالها وقالوا لي حتى الغدا ان شاء الله الرحمن الرحيم. دوزناها عاوتاني، دارت واحد التخطيط ديال القلب، بقاو لينا شي راديونات هما اللي بقاو لينا، قلنا حتى الغدا فاش نمشيو نجيبو لي زاناليز وندوزو حتى هما باش نردو كلشي للدكتور. الصراحه هادي يومين هادي اللي دازت علينا، البارح دينا ها فين هاديك الورقه، البارح دوزات في لوبيتال مينيتير واليوم هنايا عند هاد الدكتور هذا. نتمنوا خير، نتمنوا خير لقدام ان شاء الله، نتمنوا يكون هذا غير ما خاض وتبرى ونفرحوا بداك المولود، هو الشفاء ديال اختي حنان ان شاء الله الرحمن الرحيم. ناعسة، نتمنى تقدر تعطيكم زعما تعطيكم كلمة. والله أنا نقلب الكاميرا ونشوف. سلام حنان. حنان صورت فيديو وكنتمنى انك تقولي لي شي كلمه اللي يقدر يطمئنوا بها الناس، وشنو تقدري تقولي لهم؟ امين امين. قلت لكم كنتمنى ان شاء الله تدعوا معايا وتشوفوا من حالتي، ربي هو اللي غادي يشوف من حاله الجميع. الله يشافيك اختي، الله يشافيك ويعافيك، الله يشافيك اختي. حياه شي كلمه للمشاهدين؟ المشاهدين يدعوا مع اختي حنان الله يشافيها وربيهم كتقاوم وبيهم كتشوف. قسما بالله لا بصح بصح كت 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 كتفرح ملي كتسمع كلمه زوينه منكم وكيطلع لها الدم وكتكعى قلبها كيضرها. دابا المشكل هو انا شنو عندها، هو انها اليد اللي مرتبطه لها بالقلب ديالها، يعني هاد اليد هادي يعني فاش كتعصب وهذا كيجيها ضيق التنفس، وهاد اليد هادي كتموت عليها يعني صافي ما كتبقاش تتحكم فيها. كملي يا حياه. كنتمنى الشفاء، الله يسمعنا ربي كلام اخبار الخير، اخبار الخير على التحاليل وهذا ما بقيت ما نقول بصح يا عجز اللسان عن التعبير وحق الله. الله يشافيك اختي حنان، الله يشافيك. المهم هذه هي النهايه ديال لا فيديو، ان شاء الله ان شاء الله الا كانوا التحاليل زوينين وداكشي. ها شنو قلتي اختي؟ الله يسعدكم بخير، دعوا معايا.
قلت لكم الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، دعوا معاها. شنو قلتي؟ قلت لكم الله يجازيكم بخير، ما تبخلوش عليها بالدعوات ديالكم، والله يسمعنا اخبار الخير. السلام عليكم، الله يسمعنا كاملين اخبار الخير على اختي حنان.